هذا صحيح. يعني مثل كلمة عنقيش، يعني وايد، أو عنقيشة. وايد ناس أو الشباب حتى لعمره 40 ترى ما يعرفها، عدل. واحد من واحد اللي يعرف شنو اللي الكل؟ أهلهم في التاج. عنقيش عنقيش العنقيش، شنو العنقيش؟ شنو هو؟ العنقيش شنو العنقيش؟ جمع عنقيشة، والعنقيشة الوحدة هي بذرة أو طعامة الكنارة. زين، فلما يقول الريال ترى انا مو سهل مكسر على راسي العنقيش، ايش مثل الحصمه لو تكسرينها على راس احد تدش بالجمجمه، فمعناته انه يعني مر عليه ازمات، صحيح مر عليه بلاء، ريال ذو خبره فما صحيح. ينقص عليه، يقول انا تكسر على راسي العنقيش. من يعرفها من الشباب؟ ولا احد. ولا شنو انا الكلمه؟ حلوة يعني هذه المداخلة هم خلتنا ناخذ معلومة جميلة منكم نواف. يمكن فعلا الناس قد يكون ابتعدوا شوي عن اللهجة الكويتية اللي احنا تعودنا عليها، الحين صارت اللهجة البيضة مثل ما يقولون، اختلاط المجتمع هم تغيرت اللهجات عند